السلام عليكم. بصوا احنا ايه، في ناس كتيره كده في جيلنا وفي الجيل اللي قبلنا واللي بعدينا وبتاع، عنده حيره، بنت حيره قويه قوي بين ايه، بين وانا هلتزم وحياتي هتضيع، طب انا هعيش امتى واروح امتى واسافر امتى واركب عربيات امتى واعدل امتى والكلام دوت. هو انت بص يا معلم، الالتزام مش مسك وتقف قدام جامع، معلش مع احترامي للي بيعمل كده، هو قدراته كده، بس الالتزام مش كده. لا بص يا معلم، انت ايه، ربنا اللي خلق الكلام ده كله، ربنا اللي خلق البحر، وربنا اللي خلق الغردقه، وربنا خلق شرم، وربنا اللي خلق السخنه، وربنا اللي خلق تعديل العربيات، وربنا اللي خلق المطاعم، وربنا اللي خلق كل الكلام ده. ربنا لو مش عايزه يحصل ما كانش هيحصل، ما فيش حاجه هتحصل غصب عن ربنا يعني، فربنا اللي عامل الكلام ده كله. الحكايه وما فيها ان انت هتعمل هتستفيد بالحاجات دي ازاي، خلاص. فانت ما تحبكهاش، ما تكرر يعني، ما الحوار مش وحش، الحوار جميل قوي. انت ربنا مستنيك بثلاث طرق، ربنا مستنيك بثلاث اشكال. هتروح لربنا هتصلي عشان مصلحه بس وعلشان حاجه تتحقق لك هيقبلها منك، هتروح لربنا عشان انت خايف منه بس وما عندكش الخشوع هيقبلها منك، هتروح لربنا وانت حبه هيقبلها منك. ففي اي حال من الاحوال انت ربنا عايزك، ربنا حبك، خلاص. الكلام ده كله، كل الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي انت استفاد الحاجات دي بتاعتك. احنا ربنا مش خلقنا عشان يعذبنا، ربنا خلقنا عشان يبسطنا، اقسم بالله ربنا خلقك علشان يبسطك. ما تستناش حد يفتح نفسك على الدنيا ويقول لك انا الشيخ كذا والشيخ كذا، وما تسمعش من حد يقول لك جهنم والنار والكلام دوت. انا اسف وعارف ان الكلام ده مذكور في القران، بس انا ربنا مش هيدخلني النار، انا هخش الجنه وعذاب القبر، انا مش هتعذب في القبر، انا ربنا مش هيعمل معايا حاجه، مش ربنا خلاني يدلعني، انا هعمل اللي عليا، وربنا ربنا انا كل حاجه حلوه في الدنيا انا هشوفها. انا هعمل رب ايه يا عم، انت لو ليك ابوك مامور اسم تمشي في الشارع مش عارفين نكلمك، فتخيل ربنا اللي بيحرسك، ربنا اللي بيحميك. اعمل يا معلم اللي انت عايزه، انا هتجوز وهصاحب وهخطب وهسافر، بس انا مش هسكر، هسافر انا ومراتي، مش هسافر كل الدنيا ان شاء الله، هعمل كل حاجه، بس انا مش هروح اسكر بيها، مش هعريها، هعمل كل الكلام ده، كل الكلام ده ربنا اللي بعته لي، محدش بعته. الموضوع جميل، الموضوع جميل جدا. كل الناس عارفه كل حاجه ماشيه ازاي. انا قابلت واحده من فتره، ست كبيره في بنزينة امارات في التجمع، وبعدين بتقول لي انا شفت الفيديو بتاعك والله ينور وبتاع، انا اسلام عندي الموتور عندي بيعمل كذا كذا، ولا عارفش تعمل كذا كذا، ما تعمل لي عربيه. قلت لها لا انا هسيب الموضوع، ما انا مش هشتغل في العربيات تاني. وحياه امي اقسم بالله اليوم ده كان معايا 300 جنيه وموتوسيكل بوليفر حلم حياتي اجيبه ومش عارف اجيبه، كان معايا كتير منه ومش عارف بس لا قلت لها لا مش عارف ايه. قالت لي ازاي، طب انت بتقول في فيديوهاتك كذا 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 كذا، يبقى ما ينفعش ترفض رزق. ما رفضتش الرزق، خدت العربيه، عملت العربيه، مش عارف عملت ايه على الانستجرام، الله ينور يا شعراوي يا حبيب قلبي، مش عارف ايه، فجاه لقيت الناس كلها بتكلمني، فجاه قلت لا، طب وانا الرزق ده ما رزق الناس اللي ورايا، فجاه الدنيا كلها رجعت تاني، فجاه دنيتي كلها رجعت تاني، فجاه دنيتي كلها رجعت شرعي، الناس اللي شغاله وبشغل الورشة دي وبشغل الورشة دي، ورجع اللي انا اصلا ما كنتش عامل حسابه. لو الاول عندي مكان قد كده وانا خايف ان انا اشتغل تاني عشان ما عنديش مكان ولا معايا فلوس افتح مكان، دلوقتي انا مشغل ورشتين سمكرة، ورشتين عفشة، ورشتين ميكانيكا، وانا نفسي ما عنديش مكان، واتفاق والناس مبسوطة، وكل ده فين؟ اقسم بالله العظيم وحياة امي، انا يوم الفيديو الاخراني اللي انا قلت فيه هاخد الكارد ده، وحياة امي ما كان معايا 500 جنيه، وحياة امي ما كان معايا 500 جنيه. وبعد اللي حصل وبعد اللي الناس كتبته ده، قلت اقسم بالله برضه ما واخد الكارد، ويمكن ان انا في ايدي كنز، يعني انا في ايدي حوار، وربنا اللي قادر يطلعني كده ويخليني بقى ناس كلها تدعي لي، 500 واحد بيدعوا لي، 500 واحد بيدعوا لي. ربنا لا في حكمه، لا خلاص شغل العربيه دي، اقبل شغل عربيات، مش عارف ايه، مطعم هيتفتح عاجلا ام هيتفتح باذن الله، بس انت قدامك كنز. فجاه شغلت الدنيا، فجاه رجع تاني الموضوع، 10 12 بيت شغالين من ورايا، الله اكبر، وانا سبب. فما تقلقش، ربك كريم، ربك كريم، ربك كريم جدا، ما تحبكهاش يعني، ما تحبكهاش. احلى واحد في الدنيا كان بيعمل كل حاجه، الرسول عليه الصلاه والسلام كان احلى واحد بيتعامل مع ست وهو ما عندوش خبرات،
احسن واحد في الدنيا كان بيركب خيل وما اتمرنش في نادي فروسيه، احسن واحد بيعمل كل حاجه في الدنيا، احسن واحد بيعمل كل حاجه في الدنيا ما اتعلمش، ما كانش عنده تلفزيون. فانت ما تستناش ان حد، ما تستناش ان شيخ يعمل اللي يقول لك مش عارف ايه. خد اللي على هواك، خد اللي على هواك. واللي لازم تعرفه ان الهدايه رباني، اسعى لها فيها رباني، ما تسعاش ان انت تسمع حاجه الله ده انت وهمتني. اقسم بالله الهدايه رباني، ولازم تحس بجمال العلاقه، لازم تحس يعني الموضوع كبير. ما تستناش حد اللي يقول لك قبر ونار ومش عارف، فكك منه. انت غلطت في ايه؟ انت ايا كان غلطك زعلان ليه؟ مش عايز تصلي ليه؟ لو عملت اي حاجه في الدنيا روح صلي، روح صلي. هو قابلك في الثلاث مراحل، روح وانت خايف قول له انا خايف منك، خلاص هيخليك تبطل تخاف. وبعد كده روح معلش اطلب مصلحه بس يا رب عني في الحاجه الفلانيه، هيعملها لك. بعد كده هتروح ثالث مره هتقول له انت حبيبي، هتقول له انت حبيبي، هتقول له انت حبيبي. ابعد، ابعد عن اي حد وحش وربنا يكرم. وما تقعدش تاخد، انت ليه بتقعد تاخد مخدرات وليه بتشرب شاي وليه بتسيح وليه بتاخد مش عارف ايه عشان تعرف تطبق في الشغل وعشان تعرف تعمل وتعمل وتعمل؟ وانت ما جاش في دماغك سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والناس دي كلها كان ازاي ال 24 ساعه بيعملوا فيها كل الكلام ده، بيستغفر كل الاستغفار ده وبيقرا كل القران ده على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ويسعى وينشر الاسلام ويحارب ويتاجر ويتعامل مع مراته ويبقى جدع مع مراته ويبقى حنين مع مراته؟ وانت ما خدتش في بالك ان كل الكلام ده كان بيتعمل ازاي؟ وكانوا بني ادمين، كانوا بني ادمين، والله العظيم كانوا بني ادمين. بس هم كانوا، كان العقيده او كان الهدف من حياتهم ان ربنا يحبه هو بس، هو بيعمل كل حاجه علشان ربنا يحبه. فانت ما تنشفش الحوار عليك وما تتضايقش. ولو انت بتعمل حاجه غلط صلي، مالكش دعوه، مالكش دعوه يا عم، صلي اقسم بالله هيهديك. انت ما تعرفش حاجه، اقسم بالله هيهديك وكل حاجه هتبقى زي العسل، والله العظيم اقسم بالله. مش عايز اقول كلام بتاع افلام، انا كل يوم بقعد مع ناس والناس كاتبالي عايزين نفتح كذا وعايزين نفتح كذا. انا امبارح كنت قاعد مع واحد عايز يفتح مش عارف ايه ويفتح مركز ايه ونفتح اقوى ميكانيكا وعفشه في مصر ونصرف كام مليون، وانا عمال يلا يلا. هو فاكرني ان انا عمال اقول له يلا يلا عشان انا رايح هقابل منصور شفرليه. انا عمال اقول له يلا يلا عشان الحق مواصلات، عشان انا معيش غير 300 400 جنيه ومش هينفع اركب اوبر خلاص. بس الحمد لله دلوقتي عندي شغل كتير وعندي الناس واقفه وعربيات واقفه راكنه في ورش، وكل الناس دي عماله تدعي لي واروح لوسط ناصر كافر خلاص يعني راجل. استغفر الله العظيم يا اسطى ناصر، انت حسابك خمسه. لا اسلام حسابي مش خمسه، حسابي كذا اربعه. ليه؟ وعن انت اجدع مني يا عم اسلام، ربنا يكرمك رجعتك بالدنيا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي على الجمال ويا لهوي على العسل. مش مطلوب منك اي حاجه، صلي وسلكها لله، صلي ولله لله. اوعى تفتكر ان الحوار كهربيه قصيره وتقفش وبتاع، لا الحاجات دي رب انت بتاعتك، البحر بتاعك والفندق بتاعي والكلام ده كله، انا هعمل الكلام ده كله وانا هعيش كده وهاكل واشرب واخرج وهروح وانزل البحر واعمل الكلام ده كله، بس مش هزعل ربنا عادي. هو مش خلقك يعذبك، انت سيد الدنيا. انا عملت حادثه 80، لما عملت حادثه وانا ماشي 80 وكنا بنمشي بالموتوسيكلات 300 و280، ويوم ما اعمل حادثه 80 من كذا سنه، انا ما عملتهاش عشان ربنا زعلان مني، انا عملتها عشان انا كنت وحش، كنت مسافر اتنيل اعمل حاجه غلط. ولما ربنا كرمني بواحده وحشه من فتره، ربنا استغفر الله العظيم، لما كان معايا حد وحش مش عشان ربنا بيزعلني، عشان انا كنت استاهل الحد ده، ما استاهلش احسن منه خلاص. فربنا ما بيعملش حاجه غلط، انت افضل اسعى وخلي بالك يا معلم. لما تنوي كده الكلام ده كل الناس بص انا كل الناس كرهاني اللي حواليا، ليه؟ لان اللي عرفني وانا شبح وبتاع مشاكل عايزني لحد دلوقتي يكلمني قالوا يا اسلام انا بعمل كذا، اروح انا اعمل المصيبه انا اللي يبقى عليا محضر وانا اللي الناس تكرهني وبعد كده هو يتصالح. والتاني قالوا اسلام انا في الساحل ما تعرفش حد ياجر لي مش عارف ايه، لا انا ماليش دعوه انا مش هعمل لك كده فاكرهني. والتالت انا عندي عربيه حادثه والنبي اسلام ما تنقذني وبتاع ويبقى عملت معايا واجب، لا يا باشا مش هعملها لك، هدق لك الرقم شرعي يكرهني في 60 داهيه، مش عايزكم كلكم، انا عايز ربنا، انا عايز ربنا. راح ربنا بقى عمل لي ايه؟ ولا بقى استنيت انا معجزات، ولا ربنا خلاني استحملت 17 سنه، ولا الكلام ده كله، ربنا عمل لي كل حاجه، كل حاجة بتمناها ربنا عملها لي الأيام دي. شغل عربيات كتير جدا، عفشة وميكانيكا وسمكرة ودهان، وبقول أرقام يعني كذا كذا، يقول لي ترد عليا
حاجه منى يا حبيبه قلبي يا اللي انت السبب في كل حاجه حلوه في حياتي. تقول لي طيب يا اسلام ما انت اتفاقك كذا هتاخد 3 4000 جنيه، دول اصلا ارحم، انا لو وقفت عند حد يضحك عليا وده يضحك عليا وده يضحك عليا، خدهم وبتاع وربنا يكرمك. ودب دب 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 كل حاجه عماله ترجع، وخلاص ابعت اجيب موتوسيكل ان شاء الله من بره وربنا يكرم، ومش عايز قروض ومش هزعلكم ومش هاخد قروض من حد وهبتديها كده. والبيوت رجعت انا افتحها وربنا كرم، والحوار ما كملش 15 20 يوم، انا ما رحتش في الصحراء، ما عملتش ما انشرتش الاسلام، انا ما عملتش حاجه غير ان انا صليت ركعتين في السيده انفيسه وقلت يا رب انا مش هعمل حاجه تضايقك تاني. احساس ابن كلب عمرك ما تتخيله لما تبقى ماشي كده وواحده تعدي من جنبك وانت كنت عربيه بلديه، العربيه بتاعت البلديه اللي هي بتشيل اي حاجه دي، انت خلاص 3 ساعات هنبقى في السخنه. احساس ابن كلب دلوقتي لما تشوفها كده تروح باصص بتاع السلام عليكم وعليكم السلام، خلاص طب ايه انت مش كده؟ لا انا مش هبقى كده. انا مش هزعلك، والله العظيم ما هزعلك، يجي لك مصلحه مثلا تبقى ماشي ساعتها انت محدش قادر عليك، انت عندك يقين ان انت محمي، محمي مش هيحصل لك حاجه، انت محمي حمايه غريبه. جيلك شغلانه مثلا شمال فيها 20,000 جنيه هعملها في ثانيه، لا يا عم انا مش هعمل. بص تلاقي رزق جالك وانت ماشي عندك ثقه عمرك ما هتعرف تجمعها بفلوس، وعمرك ما هتعرف تعملها بعزوه، ولا عمرك هتعرف تعملها باي حاجه. خليك مع ربنا وما تسمعش لحد، صلي على اي وضع انت فيه، انت وحش انت حلو، صلي صلي وعز جلالة الله، صلي وقعد قول لربنا انا خايف منك اعدلني وانا ضعيف انا خايف منك، هيهديك وهتبقى زي الفل وربنا يكرمنا كلنا وان شاء الله يعني وشكوا حلو عليا وانا مش عارف اقول ايه، بس انا مبسوط وفرحان بكميه الدعاوي اللي انتوا بتدعوها لي دي، حاجه كده احساس غريب. وهفتح مركز وهفتح مطعم وهفتح كل حاجه في الدنيا، اللي موقفني ان انا ما بحبش الشراكه، بس حتى لما قلت انا ما بحبش الشراكه ما بحبش القروض، ربنا مصمم ان هو يروق عليا يبسطني يراضيني، كان ربنا بيقول لي إيه؟ انت مش تبقى اجدع مني، يعني لو انت جدع انا هبقى اجدع منك. وبقيت اقابل رزقي في اي حته، كل يوم اقعد مع ناس تقعد تقول لي ملايين وبتاع، وانا على الله انا رايح بمترو خلاص، وبقيت المترو ده كنت اركبه الاول اقعد اعيط بتاع، طب انا كنت راكب بي ام دلوقتي اقعد يا لهوي ادور على واحد اقعده، ادور على اي حسنات. ف ربنا يكرمنا جميعا، العلاقه اللي فيها ربنا دي جميله وكلها رزق، واصبر وما تقلقش وعيش كل حاجه يا عم، بس بدل ما هي حرام حلال، اعمل كل حاجه الحلال حلو، ومش زي ما انت فاكر مش سبحه وجامع وان واحده تبص لك تبص في الارض، لا يا عم انت يعني كده كده ربك مش خلقك يذلك. يلا السلام عليكم والف شكر لاي واحد بيدعي لي، واي يعني انا مش عارف اقول ايه، بس ربنا يكرمني، وبرده من خلال الصفحه دي كده هبقى في يوم من الايام سبب خير لناس كتير قوي باذن الله يا رب، باذن الله يا رب، مش يعني لو كان لي عمر هبقى باذن الله. الف شكر لاي حد بيدعي لي وعلى راسي، واسف ان الفيديو كبير.